كيف تحول 26 سبتمبر من ذكرى إلى موجة من الوهج الشعبي؟ هل ذكرت جرائم ميليشيا الحوثي وانقلابها اليمنيين بعهد الإمامة وجحيمها؟ أهلا بكم. إنها الذكرى 57 لثورة سبتمبر، الثورة التي انتصرت للحق الإنساني والكرامة اليمنية. لكن اليوم وبعد عقود عدة يخوض اليمنيون ذات المعركة، المعركة التي ناضل في سبيلها الأحرار في ثورة 26 من سبتمبر. عودة الإمامة اليوم بإرهاب الميليشيات وفكرها بعد أعوام عزز لدى اليمنيين قناعة بأهمية الدور الشعبي والوعي الجمهوري للحفاظ على أهداف الثورة. لم تتوقف المعركة إذن ولن تتوقف إلا بتحقيق كل مفردات الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية التي نادى بها ثوار الأمس ورددها مناضل اليوم. ورفضنا وأبينا ركعة الهون وضعف الإنحناء، نحن رفض رافض إن مسنا. ويا له من تاريخ رافض سطرته ثورة 26 من سبتمبر. تحولت المدن وميادينها إلى ساحات لمهرجانات كرنفالية حاشدة للناس. رفع اليمنيون أهداف سبتمبر وأوقدوا شعلتها وتذكروا بإنصاف تضحية الأحرار الذين رسموا فجر الجمهورية وأعلنوا غروب شمس ملكية الإمامة. نحتفي بالعيد 57 لثورة. يحتفي اليمنيون بالذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر، وقد تحول من عيد وطني ورسمي إلى موجة من الوهج الشعبي، إذ يستقبل اليمنيون ذكرى ثورتهم ضد الإمامة بكثير من الاحتفاء، كيف لا وقد بات سبتمبر الجمهورية انتماء يقاتل عليه اليمنيون أمام عصابة إمامية تسعى لإحياء الحكم الإمامي، فلا يزال اليمنيون يخوضون ذات المعركة ضد الإمامين الجدد. شاهد اليمنيون جرائم الحوثيين وأدركوا ماذا يعني جحيم الإمامة وعهدها، وما يعني أيضا حجم تضحية الأحرار. خمس سنوات منذ انقلاب الحوثيين بالشراكة مع علي صالح عقب ثورة 11 من فبراير، مستثمرين سخط الناس وسوء الأوضاع وقدموا حركتهم باعتبارها ثورة ضد الجرعة والفساد، لكنهم سرعان ما عادوا للمطالبة بأحقية الولاية وملكهم الضائع، وأسسوا نظاما قائما على النهب والقوة وتجهيل الناس واحتكار ضرائب البلاد وخيراتها. يعود اليمنيون للبحث عن تاريخهم وعن نضالات الأحرار ومطالبات بإحياء تاريخ الثورة ورموز وثوار سبتمبر ومن شارك في الثورة والدفاع عنها. يقول مراقبون أنه وفي اللحظة التي أصبحت فيها ثورة سبتمبر وجمهوريتها بلا آباء أو أدعياء، أصبح كل اليمنيين معنيين بها، هم أبناؤها وأصحابها وآباؤها، وباتت شعلتها تتقد في وجدان كل يمني، خصوصا بعد أن غيب نظام صالح كل ثوارها وعلى رأسهم القائد المؤسس المشير عبدالله السلال الذي توفي عام 1994 دون أن يعلم أحد عنه شيء، فيما كانت منصات الاحتفاء بسبتمبر يملأها المخلوع وجوقته. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلي من مأرب عبر الأقمار الصناعية الباحث السياسي السيد محمد الصبري. أهلا بك إذن سيد الصبري، وكل عام وأنت واليمنيين جميعهم بألف خير. إذا ما عدنا إلى اللحظة التي كانت قبل أو قبيل اندلاع الثورة، دعنا نبدأ بإرهاصات وبدايات ثورة سبتمبر. ما هي كان يعني ما كانت صورة اللحظات الأخيرة قبيل اندلاع الثورة؟ حدثنا عنها. حياك أخي، أسعد الله مساءك والإخوة المشاهدين جميعا. أهلا بك. وبداية أتقدم بالتهنئة الحارة للشعب اليمني وللقيادة السياسية ولكافة المكونات الفاعلة في المجتمع ولكل أطياف المجتمع اليمني بهذه المناسبة الجليلة، المناسبة الكبيرة، المناسبة العظيمة، مناسبة 26 من سبتمبر، هذه الثورة النبيلة التي عادت للإنسان اليمني معناه واعتباره بين شعوب العالم. نعم. الإرهاصات التي رافقت الثورة بداية
بدأت بتكون مستويات ثقافية أدت إلى بروز مجموعة من القادة الذين حملوا على عاتقهم إحياء الروح الثورية والروح المناضلة والروح المتمردة على الحاكم المطلق، دعي الحاكمية الإلهية ودعي الولاية، والذي كان يحكم بمرجعية مستبدة متسلطة. ولذلك نقول إن ثورة سبتمبر بما حملته من معاني جليلة ومعاني كبيرة قد نقلت الإنسان اليمني نقلة تاريخية لم تحدث من قبل ولم يشهدها التاريخ اليمني. ولذلك أعتبر أن الثورة 26 سبتمبر هي من أنبل وأجل الثورات التي خاضها الإنسان على مستوى الإنسانية وعلى مستوى العالم، وذلك لسبب بسيط. الثورات التي اندلعت في مختلف بلدان العالم بداية بالثورة الفرنسية أو الثورة المصرية أو غيرها من الثورات كانت تندلع ضد حاكم فرد ظالم مستبد إلى آخره من المواصفات. لكن الثورة اليمنية، الثورة 26 من سبتمبر، اندلعت ضد حاكم يدعي الحاكمية لله، يدعي أنه يمثل الله سبحانه وتعالى في الأرض. كان يعني يمارس كل ما يمارسه الدكتاتوريون في العالم من ظلم، من استبداد، من قهر، من كبت، من تفرد، من يعني إقصاء الآخرين، من تنكيل بالمجتمع، من إلى آخره. إضافة إلى ذلك يقول للمجتمع اليمني ويقول للشعب اليمني ويقول للإنسان اليمني: أنا أحكمكم بسم الله، أنا أحكمكم وأنا أمثل الله سبحانه وتعالى في الأرض. هذا الحكم هو أنبل حكم يمثل الله. بالتالي الطلاعة الأولى من المناضلين والثوار الذين حملوا على آتقهم نشر الوعي الثوري والوعي الجمهوري في أوساط المجتمع كالشهيد محمد محمود الزبيري والأستاذ محمد أحمد النعمان وغيرهما من المناضلين وكبار الثوار رحمهم الله وقدس أرواحهم في الجنة، هؤلاء هم الذين نقلوا الإنسان اليمني. ولذلك اليوم بدأنا ندرك عظمة هذه الثورة، رغم أنه نحن كنا نتعامل مع ثورة 26 سبتمبر يعني بالإلف المعتاد، أما اليوم فنحن نتعامل معها بحب، بمعرفة، بإخلاص، بتجرد. نعرف اليوم ما معنى ثورة 26 سبتمبر. طيب، في هذا السياق، هل ترى أن الاحتفاء الشعبي الذي حصل في مأرب وفي غيرها من المحافظات في اليمن، الحواضر اليمنية حتى القرى والأرياف، كان لأن اليمنيين باتوا يدركون بشكل أكبر هذه يعني ما قام به المناضلون في ذلك الوقت، أم لأنهم يؤدون احتفاء مجردا إن صح التعبير؟ الاحتفالات الشعب اليمني بثورة 26 سبتمبر بعد النكبة الكبرى التي وقعت وحلت على الشعب اليمني في 21 سبتمبر 2014، هذه النكبة المرعبة المدوية أعادت للأذهان ما كان يمارسه الإمام، ما كان يعني يبطش يعني بالشعب اليمني بالظلم، بالقهر، بالكهنوت، بالتسلط. أعاد للأذهان يعني ما مارسه أو ما قام به الثوار الأوائل رحمة الله عليهم وقدس روحهم في الجنة. هؤلاء يعني اليوم الثورة لها معنى آخر. الشعب اليمني يدرك اليوم بالتجربة، يدرك بالممارسة، يدرك بالمعرفة الحقيقية، بالاستقراء، بالتتبع، قل ما شئت. الشعب اليمني اليوم يدرك أن ثورة 26 سبتمبر لها معنى آخر، لها قداسة أخرى، لها تقدير آخر، لأنهم أدركوا ما معنى إمامة، ما معنى أناس يدعون الحق الإلهي في الحكم، ما معنى أسرة تحكم بتفرد وتسلط، ما معنى أن الطائفة من المجتمع تدعي أنها تنتمي لسلالة معينة. يعني أدرك الشعب اليمني بالممارسة، بالتجربة، معنى 26 سبتمبر.
أدرك الشعب اليمني بالخبرة الطبيعية التلقائية عظمة ثورة 26 سبتمبر وألقها وروعتها، ويعني عظمة أهدافها التي انتقلت بالشعب اليمني وبالإنسان اليمني من عهود الظلام، عهود الكهنوت، ومن عهود الثيوقراطية والتخلف، إلى نقلة نوعية انتقلت به إلى مجتمع متحضر، إلى مستوى ينافس به مجتمعات العالم. هذه هي ثورة 26 سبتمبر، ولذلك احتشد الناس هذه المرة بروح مختلفة تماماً، وأتوقع أنها ستكون أكثر ألقاً في المستقبل. السنوات القادمة سيكون لسبتمبر ألق آخر، سيكون له معنى آخر، سيكون له حضور آخر، سيكون للإنسان اليمني يعني لذة وطعم لسبتمبر بمعنى آخر غير الذي كنا نمارسه مع الأيام الماضية، رغم أن احنا ما يعني لم نتشرف بالمشاركة في هذه الثورة، إلا أننا لاحظنا بعد 21 سبتمبر هذه النكبة المرعبة عظمة الثورة وما قام به الثوار رحمهم الله وقدس طيب أرواحهم بالجنة. يعني رحمة الله تغشاهم جميعا، لكن في هذا السياق يعني وقد أشرت إلى ذلك، لماذا لم يكن هذا الأمر حيا لدى الناس بهذا القدر، على الرغم من يعني في نهاية المطاف كان الناس يقرؤون كل يوم صحيفة الثورة مثلا وفيها أهداف الثورة، وهناك في كل مكان مثلا أسماء المناضلين سميت بها المدارس والشوارع، وكذا كان هناك احتفاء سنوي أيضا بهذه المناسبة. ما الذي تغير؟ لماذا بالبداية نسى الناس كل ذلك؟ ومن ثم ما الذي تغير؟ الحاصل أن الناس تعاملوا مع ثورة 26 من سبتمبر بعد اندلاعها وبعد فترة وجيزة من اندلاعها، تم كأنه حالة من التخدير للمجتمع، وتم يعني التركيز على رمزيات الثورة لا على جوهرها وعلى معانيها وعلى الذي قامت ضدهم. الثورة لم تأخذ حقها في البعد التربوي والبعد الفلسفي والبعد الثقافي للمجتمع، لكن تم التركيز بصورة أو بأخرى على الرمزيات العامة، كانت تذكر أهداف الثورة وتكتب في يعني جزئية من صحيفة الثورة اليومية، لكن لا أحد كان يقرأها، لا أحد يعيرها اهتمام، لا أحد يركز عليها، لا تدرس في المدارس بمعناها ومفهومها، لا يربى الأطفال عليها، ولا تغرس قيم الثورة ومحبة الثورة وأهداف الثورة في نفوس الناشئة منذ نعومة أظفارهم. ولذلك يعني عندما مرت الأيام تعامل الناس مع الثورة بشيء من الإلفية، شيء من اللامبالاة، شيء من عدم الشعور بمعناها وبجوهرها وبروحها وبأهدافها الحقيقية. تفضل بالبقاء معي سيد الصبري، أرحب بمن ينضم لي الآن عبر الهاتف وزير الثقافة الأسبق الأستاذ خالد أرويشان من صنعاء، أرحب بك معالي الوزير. إذن يعني ونحن نستحضر هذا اليوم ذكرى ثورة 26 من سبتمبر، ما الذي مثلته ثورة سبتمبر للشعب اليمني الذي كان يعيش تحت ظل الإمامة مئات السنين؟ مساء سبتمبر للجميع في الداخل والخارج. أهلا بك. لو لم يكن مما حدث من الانقلاب على ثورة سبتمبر إلا أن يكون الشعب كما هو هذه الليلة وكما كان بالأمس أيضا ليلة البارحة محتفلا في كل قرية وفي كل بيت وفي كل جبل يواقع في الريف حتى المحروم من الكهرباء. في الثورات، وأنا أسمع حديثكما في هذه اللحظة، في الثورات لا يحدث كل شيء في ليلة بين ليلة وضحاها، لا بد من وقت. لو قرأنا تاريخ الثورات في الولايات المتحدة أو في فرنسا أو في تاريخ الثورة الفرنسية مثلا كنموذج، عادت الملكية بعد سنوات وعلى يد نابليون، ولذلك قيل الجمهورية الخامسة عندما جاء نزول. أنا دائما أحدث الشباب وأحاول أن أفهمهم أن التاريخ ليس يوما واحدا، والتاريخ أيضا
ليس مثالا حسن البذة ونظيفا ونقيا ويعني كل شيء يكون جيدا ويمشي إلى الأمام من أول لحظة. التاريخ دائما هو مثل أن تطلع زهرة من في مستنقع في وسط صخور وسط الغبار لا تموت. يعني لا بد أن نكافح ولا بد أن نجالب ولا بد أن لأنه ما حدث خلال 50 سنة أيضا لم يكن سهلا لأنه لم تكن هناك وحدة إذا لم تكن هناك أصلا جمهورية. جمهورية 16 سبتمبر الإمامة بحد ذاتها انفصال، وجودها انفصال لأنه قائم على التمييز والتمايز. وعندما انحاء يعني دحر اليمنيون هذا العائق في 26 سبتمبر 1960، بعد سنة وفي الشهر التالي مباشرة في 14 أكتوبر 1963 اندلعت ثورة عدن، ثورة الجنوب ضد الاستعمار. بعد ذلك خلال 20 سنة دام صراع كبير بين النظامين، ولكن الشعب كان متحدا. ثم بعد تعددية وبعد حزبية وبعد الاطلاع على العصر ومعارفه وخلال صراعات طويلة جدا حدثت الوحدة، والوحدة أتت أيضا بالتعددية المعلنة. كانت هناك تعددية ربما خفية، لكن بعد 26 بعد عام 90 ظهرت التعددية بالتوازي مع الوحدة اليمنية. لاحظ أنت أن كل شيء لا يأتي مرة واحدة. ثم حصل الصراع أيضا والحرب في 94، ثم بعد ذلك وهي كانت معركة توحيد الجيش ربما أكثر منها شيء آخر. في الواقع أي بلد في العالم يتوحد، أي بلدين يعني أو أي دولتين لم توحد الجيش طبيعي أن يحدث هذا الصراع. كان يحدث هذا الصراع حتى في إطار الجيش الواحد، ما بالك بجيشين في بلد واحد في جمهورية واحدة. هذا التاريخ هكذا يعني في كل تاريخ الدنيا. ولذلك أنا أشعر بالتفاؤل رغم يعني ظلام اللحظة ورغم ما يحدث في العالم ورغم ما يحدث في اليمن يعني ويحدث في الإقليم، وهذه كلها على المدى القريب محزنة جدا، ولكنها على المدى المتوسط سوف تنكشع هذه كل هذه الغشاوات وكل هذا الظلام. لاحظ أيضا أن اليمنيين واعتزازهم في هذه الأيام بذكرى 26 سبتمبر يفعلونها بحماس شديد وباحتفال حقيقي. الشباب عرفوا قدر 26 سبتمبر. أيضا الأجيال المخرجات التعليم ومخرجات الحزبية اليمنية من حركة القوميين العرب في الستينيات والبعث وصولا إلى الحزب الاشتراكي وبعدين المؤتمر الشعبي والإصلاح، وكل هذه القضايا كانت في إطار التعليم والتنمية قدر الإمكان يعني. لكن التاريخ لا يحصل مرة واحدة، وثمرة التاريخ والصراع والكفاح والتعب والعرق والدماء التي سالت هذه ثورة 16 سبتمبر. يعني اشترك العالم تقريبا كله فيها يعني انقسم العالم هنا من أجل هذه الثورة. لا تعرفون يعني لو أن أحدا يتذكر وقرأ مذكرات الأمير خالد بن سلطان اللي كان في القوات المسلحة في عام 90 أثناء الحرب على العراق، هو كتب مذكراته وكان هو يعني شابا في الستينيات، وقال لولا ثورة اليمنية 26 سبتمبر لما تغيرت السعودية. حتى لم تعرف الدول الخليجية الانتخابات والمجالس المحلية والمجالس الشورى والحزبية بشكلها الخفي حتى، والتغيير نحو التعليم والمعرفة والانفتاح على العالم إلا بفضل هذه الجمهورية التي ظهرت وزلزلت المنطقة والعالم العربي في مطلع ستينيات القرن العشرين. ولذلك سوف يعود كل شيء إلى مكانه. لم تسقط جمهورية 26 سبتمبر، ما تزال في الصدور مرسومة. لكن يعني أمام كل ما تفضلت به معالي الوزير وأمام هذه العظمة لهذه الثورة والأهمية لها، الكثيرون الآن يتساءلون وهم يرون الواقع الذي نعيشه الآن، لماذا لم تحصن الجمهورية وهذه الثورة ويحصن المجتمع ضد المشروع الذي يبدو أنه يستدعي الماضي الإمامي ويبدو أنه ماض في سبيل إرساء هذه القيم التي أو هذه الخصائص التي أكلت عليها الثورة وشربت؟ هو يعني في الواقع لو تأملنا ما يحدث حولنا
في سوريا وفي العراق وفي ليبيا، ربما يعني هناك ما يشبه قليلا او كثيرا ما يحدث في اليمن. لا نريد ان نتشائم كثيرا، هذه ردات فعل. ما زلنا في معركه 26 سبتمبر، ما زلنا حتى هذه اللحظه نقاتل من اجل الجمهوريه التي هي اتت بعد ذلك بالتعدديه وبالوحده واتت بالنظام الديمقراطي. جمهوريه سبتمبر من اول دستور ساوت بين المراه والرجل، تستطيع اي امراه يمنيه ان ترشح نفسها لرئاسه الجمهوريه. هذا كان زلزالا قبل 60 عاما. انا اريد للشباب ان يعرفوا بالضبط ماذا احدثت ثوره 26 سبتمبر. ليس سهلا، يعني الركامات وجبال من العفن ومن الغباء ومن التجهيل ومن الفقر ومن المرض كانت موجوده خلال ألف سنه. هذه الامامه انظر ماذا فعلت في اليمن خلال سنوات قليله، اربع خمس سنوات. ماذا فعلت باليمن وكيف ضرب كل ما فيه تقريبا، كل نضال السبعين عاما الماضيه تم ضربها بطريقه او باخرى بسبب وجود اربع خمس سنوات فقط، ما بالك بألف سنه من هذا الركام الفظيع. شعبنا الذي ابدع المدرجات وابدع حضارته الكبيره لم يحدث ذلك الا بنضاله الكبير، يعني هذا يعتبر اعجاز. لم يكن هناك حتى طريق واحده، ولم يكن هناك كهرباء ولا مستشفى ولا مدارس ولا، يعني الملايين اليمنيين ظلوا 3 مليون او 2 مليون طوال يمكن 3400 سنه. ولذلك انا اقول ان التاريخ يمشي الى الامام مهما كان. طبعا هنا لا، يعني اللحظه محرجه وسيئه صحيح، لكن لا لاحظ انت ان هذا التاريخ يعيد نفسه بشكل احيانا مبكي ومحزن. يعني بفعل الخائنين كما اقول دائما والخائبين الذين خانوا ثوره 26 سبتمبر هم من داخلها اولا بفعل غباء وجهل واحيانا بفعل قصد وخيانه كبيره لا شك واضحه وجليه. لاحظ انه حتى الانقسامات اليمنيه اليوم، انظر ما يحدث في الجنوب او ما يحدث هنا او الاستعانه، حتى الذين وقفوا معك مفترض انهم وقفوا معك التحالف انقسم على نفسه فجاه ايضا. هذه الظروف وايضا فيما يتعلق باليمنيين ونظرتهم، يعني الاربع سنوات من الظلام ومن التجهيل، ويعني كما قلت لك ركام من الظلام ومن التجويع ومن التسجيل ومن الجهل. الزبيدي لخصها في بيت واحد، فقر مش عارف البيت الشهير ست الاشياء التي اتت بها الامامه. لكن في كل الاحوال يجب ان نعرف ان اليقظه الموجوده الان في الداخل على الاقل وعند اليمنيين في الخارج، هناك اكثر من 2 مليون المهاجرين من اليمن بعد الاحداث بعد الانقلاب، يعني وهناك 3-4 مليون في الخارج اصلا من قبل الاحداث. هؤلاء لديهم من الوعي ومن المعرفه، ثم انه من الصعب الان ان تعيد الكره. ما يحدث الان في اليمن العالم كله ضده، ضد هذا الغباء الامامي وضد هذا التجهيل. لا يستطيع اطلاقا الان لا تستطيع الامامه العائده ان تفعل فعلها كما فعلت الصينيات مثلا. الان العالم كله في كل قريه موجوده، هناك تليفون يستطيع ان يفتح الدنيا كلها والعالم كله في قنواته وفي اتصالاته في عند كل طفل ربما في اليمن. يختلف الوضع، ولذلك سيفرض العصر نفسه مهما كان. فقط اليمنيون يجب ان يعرفوا انهم مطالبون بان يتحدوا ضد الامامه اولا وضد طبيعه العصر العائد الى زمن مثل سهم جاء على غفله الى اكثر من 21. يعني لا يمكن للسهم ان يقاتل الطائرة ويقاتل الصاروخ ويقاتل العلم والكمبيوتر واللابتوب ويقاتل الهاتف الذكي يعني هذا عالم مختلف. فقط أنا أقول أن الخائنين والخائبين كانوا سبب الكارثة يعني من أساسها. أما محاولات العودة إلى البلد، يعني محاولة الانقلاب الإمامي، هذه ممكن موجودة في أي لحظة خلال حتى يمكن 50 سنة أو 100 سنة القادمة، ما في مشكلة. لكن من أين لنا حاكما، من اين لنا يعني ماذا اقول يعني رئيس او حاكم او يعني دوله تستطيع ان تقوم بواجبها باخلاص فقط؟ لا نريد ولا اخلاصا وصدقا وامانه. ولذلك لا نعول كثيرا على قضيه انه والله يعني لم يدخلوا صنعاء حتى من ايام الامام الهادي، لم يدخلوا الا على حين غفله ودخلوا في الليل في 284 لما دخل الامام الهادي صنعاء بفعل خائنين من الجبهه نفسها في صنعاء، ودخل في الليل ثم ذهب في اليوم التالي وكان يوم جمعه الى الجامع الكبير، نفس ما حدث ربما في 2014 في الانقلاب. تعرف كيف كانت المشاكل في عمران وقبل عمران وبعد عمران، و
خيانة الجيش وثم التطاول ثم يعني الكلام كله واضح، لا داعي لأن ننكع الجراح، ولكننا نعرف تماما الآن أن الشعب ما يزال وفيا سبتمبر ولثورة 26 سبتمبر. والله لو رأيتم حتى الأطفال المدارس والشباب هناك وعي كبير بالثورة والجمهورية، لكن الانقسامات وأيضا الجبهة السياسية والعسكرية هي التي خذلت الشعب. لا بد أن نكون صريحين، لا نظلم الشعب أبدا، ولا يجب ولا يجوز. أنا يعني أكثر من يعني من أربع سنوات من الغباء السياسي والعسكري طوال هذه الفترة، وحتى ساهم الإقليم بخيانة كبرى لليمن وقضيته أيضا، حتى أنه ضرب الجيش على أبواب عدن، يعني مثل هذه القضية علانية. وهذا نتحدث كيف يمكن أن ننجح أو ننتصر أو تنتصر إرادة البلاد والشعب في جو مثل هذا. شكرا لك إذن معالي وزير الثقافة السابق الأستاذ خالد الرويشان، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء على تواجدك معنا في هذه الحلقة اليوم. بالعودة إليك سيد الصبري، إذن هل تتفق مع معالي الوزير فيما طرحه بخصوص أنه يعني برأيك أنت كيف استطاعت الإمامة أن تعود رغم 60 سنة من الجمهورية إن صح التعبير؟ من كان المسؤول عن هذا الترهل في الجسد الجمهوري؟ هي حاولت العودة ولم تعد يعني عودة كاملة. الإمامة للمرة الأولى في التاريخ التي يقف الشعب اليمني في اليوم التالي مباشرة في مواجهتها، وبالتالي لا نظلم الشعب اليمني. الشعب اليمني وقف موقف إيجابي، والقوى المناضلة والجيش والمقاومة ووقفت من اليوم التالي وبحثت عن أدوات لمقاومة هذا الطغيان وهذا الظلم وهذا الاجتياح الحاصل بفعل الخيانات التي أشار إليها الأستاذ خالد الرويشان. الخيانات التي حدثت ومكنت في تلك الفرصة التي التقطها الإماميون الجدد بسبب يعني الصراعات الشديدة بين الكونات السياسية واللاعبين السياسيين في تلك الفترة، واكتناس الفرصة من قبل الإماميين أدى إلى تحقيق هذا النصر الذي تخيلوا أنه نصر محدود، لكنه تم يعني منذ اليوم التالي مباشرة أو في أثناء الفترة التي هم يجتاحون والشعب اليمني يقاوم 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 حتى تشكلت نواة يعني للمقاومة، والشعب اليمني يعني أسندها بالرجال وبالمال وبكل إمكاناته، والجيش الوطني جيش الوحدة والثورة يعني وقف على قدميه من بداية 2015 إلى اليوم بفعل يعني جهود هائلة وجبارة قام بها ثلة من المناضلين يسندهم قناعة شعبية وتيار شعبي هائل جدا مقتنع بثورة 26 سبتمبر. أنا لا أخاف على ثورة 26 سبتمبر لأنها لا يمكن أحد مهما كانت قوته ولا كانت إمكاناته أن يتجاوزها إطلاقا، ولذلك أنت تجد معي حتى الإماميين لا يجرؤ أحد أن يتكلم بسوء عن ثورة 26 سبتمبر، لا يجرؤ أحد أن يقول إنها لا تمثل الشعب ولا تمثل الإنسان اليمني ولا تمثل حاجة للإنسان اليمني وطموح إطلاقا. كل اليمنيين مجمعون على أن هذه الثورة تمثل كافة المجتمع وكافة أطيافه، كافة مذاهبه، كافة مكوناته، كافة يعني شرائحه الاجتماعية. ثورة 26 سبتمبر قناعة مطلقة مقدسة لا يمكن أن يتجاوزها أحد، ولا يمكن أن تسقط بحال من الأحوال. ما حدث اليوم سيتم تجاوزه يعني قطعاً، إلا أن هناك يعني مسببات أشار إليها الأستاذ خالد الرويشان، لو تم تجاوزها قريبا فإن شاء الله سيتم يعني إعادة السكة كما يقال أو إعادة القطار إلى السكة وتعود الأمور إلى ما كانت عليه. شكرا لك الباحث السياسي أستاذ محمد الصبري، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب. إذن مشاهدينا الكرام سنذهب الآن إلى إذن أرحب بمن ينضم إلينا الآن، الأكاديمي والباحث الدكتور معن دماج عبر الهاتف من تونس. أهلا بك دكتور معن. دكتور معن هل تسمعني؟
دكتور معن تسمعني؟ دكتور معن. أي نعم. أهلا وسهلا بك إذن إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. دكتور، كيف تتابع الاحتفاء الشعبي الواسع بذكرى ثورة 26 من سبتمبر؟ برأيك ما هي دلائل هذا الاحتفاء؟ الدلالة الأساسية هي عودة الروح لقيم ومبادئ ثورة 26 سبتمبر، وهي ظاهرة عمرها الآن سنوات. يعني نستطيع أن نتحدث أنه منذ ما قبل سقوط صنعاء، ومع زيادة خطر الردة الرجعية الإمامية الحوثية، عاد الناس لاستيعاب الأهداف والقيم العظيمة لثورة 26 سبتمبر التي كانت الممارسة السياسية لدولة علي عبد الله صالح، وتحويل ثورة 26 سبتمبر إلى مجرد شعار تخطف فيه مصالح أقلية صغيرة وممارسات سلطوية. عاد الناس لاستيعاب الأهداف العظيمة للثورة، الجمهورية والمساواة أمام القانون والحرية والمبادئ الديمقراطية. ومع الوقت ومع سقوط صنعاء تحت الجائحة الحوثية، ومع ظهور الردة الرجعية حتى داخل التيارات السياسية المختلفة، العودة للانتماءات قبل الوطنية شمالا وجنوبا، التفريط بالمكتسبات التي كانوا الناس يعتبرونها تحصيل حاصل ويطمحون إلى تجاوزها وفي الواقع تعميق مضامينها، شهد الإحساس في الواقع أولا وجدانيا بقيمة ثورة 26 سبتمبر، بقيمة مبادئ، أيضا التقدير الاستثنائي للجيل اليمني الاستثنائي أيضا الذي أنجز هذه الثورة. يعني مقارنة بظروف اليوم، كيف استطاع ذلك الجيل في ظروف التخلف الشامل والجهل والأمية والفقر والعزلة بين مناطق اليمن وبين قبائل اليمن بين مدن اليمن، كيف استطاع ذلك الجيل أن يضع هذه الأهداف الجمهورية والأهداف في الواقع حول التحرر الاجتماعي والطبقي؟ لأن ثورة 26 سبتمبر لم تكن ثورة سياسية فقط، كانت ثورة سياسية واجتماعية وثقافية. كيف استطاع ذلك الجيل في تلك الظروف وفي شمول التخلف والجهل والأمية أن ينجز تلك الثورة ويضع لها هذه الأهداف السياسية والاجتماعية والثقافية، بينما كما شاهدنا هذا الجيل الأكثر تحررا والأكثر تعليما ومع وجود وسائل العصر ومع الإنجازات الحقيقية المادية في التعليم وفي قطاعات الجيش وفي قطاع الخدمات، فشل هذا الجيل الآن بعد ثورة عظيمة ربما هي كانت الأكثر شعبية في تاريخ اليمن ثورة فبراير، فشلوا إلى يوم الناس هذا في استنهاض وتعبئة الجماهير اليمنية وفي تبني برنامج سياسي وفي إنجاز تأطير أحزاب سياسية وطنية. كل ما حدث اليوم ربما يجعل الناس يدركون أكثر عظمة ثورة 26 سبتمبر، عظمة مبادئه وأهميتها لحياتهم، لأنها مسألة حياة وموت تتعلق بكرامتهم وحياتهم، وعظمة ذلك الجيل الاستثنائي والنادر الذي أنجز ثورة 26 سبتمبر. طيب، أنت أشرت في نقطة، أشرت إلى أن ثورة فبراير أكثر شعبية، هي الثورة الأكثر شعبية في تاريخ اليمن، ألم تكن سبتمبر كذلك؟ ثورة 26 سبتمبر بدأت كحركة جيش، نخبة صغيرة من الضباط الوطنيين ومن الحركة السياسية الوطنية ومن الأحزاب الوطنية، وتحولت مع التدخل الرجعي ومع الردة الإمامية، تحولت بفعل الصراع السياسي إلى ثورة شعبية شملت أغلب اليمن، وشهدت تطوع مئات الآلاف اليمنيين في الحرس الوطني وبناء النقابات والأحزاب، لكنها في حركتها الأولى كانت حركة مجموعة صغيرة من الوطنيين وكانت حركة جيش، بينما ثورة فبراير منذ لحظتها الأولى كانت حركة لعشرات ومئات الآلاف من اليمنيين في الساحات وفي الشوارع وفي المؤسسات وفي كل وفي أربع جهات اليمن، فهي حركة شعبية وثورة شعبية من أول يوم. للأسف لم تتوفر لها القيادة ولم يتوفر لها التنظيم السياسي ولم يتوفر لها الخطاب السياسي المناسب، على عكس ثورة 26 سبتمبر التي بدأت بمجامع صغيرة من الوطنيين استطاعوا بفضل وعيهم السياسي وبفضل خطابهم السياسي وفضل في الواقع الأحزاب السياسية التي كانت صغيرة لكنها كانت متطورة وكانت تحمل برامج وطنية واجتماعية متقدمة،
استطاعوا أن يؤطروا الجماهير الشعبية في مدى زمني صعب وفي مدى زمني قصير، وأن يقودوها في حرب استمرت 8 سنوات كانت تبنى داخلها المؤسسات وكانت تتبنى القيم الحديثة، وتم إنشاء المدارس والمؤسسات الثقافية والأحزاب والنقابات في ظرف صعب جدا. في ثورة فبراير بدأ الوهلة أن كل تلك المؤسسات موجودة، أما كانت فارغة من المضامين كما رأينا في الأحزاب السياسية، كما رأينا في أنه تقريبا اليمن ليس فيها نقابات جدية على الإطلاق، مجرد أشكال فارغة ليس لها معنى، والأحداث أثبتت أنها لا تستطيع أن تفعل شيء وأنها بالعكس في الغالب تنحاز إلى الطغيان وإلى الدكتاتور، وبقى الشعب اليمني الذي هو حتى اليوم في أغلبيته الساحقة معادي للحركة الحوثية، لا يجد للخطاب السياسي ولا الإطار التنظيمي الذي يستطيع من خلاله الانخراط في مقاومة هذه الحركة الحوثية، وتم تحييد جماهير الناس كما نلاحظ اليوم، واعتبار الحرب شأن حتى ليس اليمنيين شأن التحالف أو في أحسن الأحوال شأن الجيش، وبالتالي الرمي بمجهود وبطاقات ملايين اليمنيين الرافضين للحركة الحوثية ولكنهم العاجزين في الواقع عن ابتكار الوسائل وأشكال المقاومة التي تمكنهم من مصارعتها أولا وهزيمتها، والانتظار فقط للعمل العسكري الفوقي والمحكوم بحسابات دولية وإقليمية أغلبها للأسف الشديد ليست في يد اليمنيين. طيب يعني هل يمكن القول يعني من خلال متابعتك وقراءتك واطلاعك دكتور معن على أن ثورة فبراير كانت نتاجا للتغيرات الإيجابية الاجتماعية والسياسية التي والفكرية بداخل العقلية اليمنية الفردية اليمنية التي حدثت بسبب أو لم تكن لتحدث إلا بسبب ثورة سبتمبر؟ بالتأكيد هناك الكثير من ذلك، يعني هذا الجيل الضخم من المتعلمين، هذه المدن الكبيرة، مسألة التحضر والتمدن في بلد كانت تقريبا لا تعرف المدن بالمعنى الجدي، ملايين سكان المدن وملايين الطلبة وعشرات الآلاف من الكادر التعليمي ومن الأطباء والمهندسين، التجار والارتقاء في صفوف الجيش ووجود المؤسسات، هذه تطورات لم تكن لتحدث لولا 26 سبتمبر. لكن نستطيع أن نقول أن المسألة مزدوجة، يعني ثورة فبراير ربما لم تكن لتحدث لولا الإنجاز المادي والتطور الاجتماعي الذي فرضته ثورة 26 سبتمبر، ولم تكن لتحدث لولا الارتداد عن مضامين ثورة 26 سبتمبر وإفراغ المؤسسات والبلد والجمهورية من مضمونها وتحويلها إلى ما يمكن أن يكون سلطنة محصورة باسم عائلة أو عدة عوائل ويعني تجمعات جهوية وقبلية. يعني ثورة فبراير ربما تجسد الانتماء والاستمرارية التاريخية لثورة 26 سبتمبر باعتبارها رفعت نفس المبادئ والأهداف، الحرية والكرامة الوطنية والكرامة الشخصية والمساواة والاستقلال، وبالتالي هي بنت ثورة 26 سبتمبر وانتفاضة على من أفرغوها من مضامينها. شكرا لك دكتور معن دماج الأكاديمي والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من تونس على هذه الإطلالة اليوم. أرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا الآن، أحد مناضلي ثورة 26 من سبتمبر، المناضل الأستاذ أحمد قرحش الذي ينضم لنا عبر الهاتف من القاهرة. أرحب بك سيدي. إذا أنت أحد ثوار سبتمبر، ما الذي يأتي لذهنك اليوم بعد 57 سنة من تلك الثورة؟ أيوة، شكرا كثيرا، كل عام وأنتم بخير وبالصحة وانت. والسلامة والبلد إن شاء الله بخير. وعلى كل حال بالنسبة للاحتفال بهذه المناسبة هي تذكير لما حدث، وهو حدث عظيم الذي كان نتيجة ثورات، مش إلا ثورة بس كانت تتويج في 26 سبتمبر، وبعد ونحن اليوم أيضا نعيش حياتنا في هذا العام 57 من بعد قيام الثورة، وما زالت فعلا بعض الانتكاسات تأتي وتروح وتجي، لكن الثورة ظلت
وستظل وما زالت وما تزال أيضا هي كذلك على هذا المنوال. بالنسبة لثورة 26 سبتمبر إذا كانت كنت تكلمت في رسالة ووزعتها، إذا كنا احنا اليوم نعيش مع الجيل الثالث لهذا الحدث العظيم، واليوم نحن نعيش مع هذا الجيل الذي سمعت حديث مع آخرين يمكن حول فبراير و2011 وما حدث. هذا الجيل، هذا الشباب، هذا الإنسان اليمني العظيم هو الذي يرفع اليوم راية الجمهورية اليمنية بأهدافها الستة التي ما زالت هي الدليل الباقي كما هو بقاء الجمهورية. صحيح أنه في بعض الاختلالات التي حصلت وما زالت وهي مأساة بمعنى الكلمة من 2011 بالذات حتى اليوم هي مأساة تطورت وتطورت حتى وصلت إلى مرحلة حمل السلاح في وجه الشرعية وفي وجه الجمهورية وفي وجه الدولة وفي وجه الدستور وفي وجه الوحدة. واليوم الشباب الذي سمعت الحديث عنه أو أنت كنت تتكلم عنه وتشير إليه هو هذا الجيل الذي حمل الأمانة بكل قوة وبكل قدرة وبكل إخلاص وبكل شجاعة، وهو واقف اليوم في الميدان، في الجبال، في الوديان، في كل بقاع اليمن يحمل السلاح ويحمل الكلمة ويحمل الرأي ويحمل الحب لكل ما هو بكل ما هو متعلق بالجمهورية اليمنية وأهدافها العظيمة. وأكيد بالتأكيد أنكم تثنون على رجالات الجيل الأول بالنسبة للثورة، وهم قدموا واجبهم لا أكثر ولا أقل مثل ما أنتم، ويعلم الله أنك أنت واحد منهم حفظك الله. يمكن أنت السائل، أنتم الآن تمثلون قمة الإخلاص والرؤية والرجولة والإخلاص لهذا البلد ولكل إنسانها ولنظامها الجمهوري. على كل حال لا يسعني إلا أن أشكركم كثيرا على هذه يعني هذا التكريم بعتبره بالنسبة لي على أساس أن أتحدث معكم في هذه المناسبة. بل الشكر لن بل الشكر من إن من إن شاء الله لنا لقاءات لنا لقاءات أيضا لابد أن تكون عندما أكون موجود إن شاء الله في المكان الذي أنتم متواجدون فيه الصوت والصورة. بل الشكر لنا والشرف كذلك بوجودكم معنا في هذه الحلقة سيدي أحمد قرحش، ونتمنى ذات يوم أن تشرفنا هنا في الاستوديو في قناة بلقيس. جزيل الشكر لك على تواجدك معنا اليوم أستاذ أحمد قرحش، المناضل أحد مناضلي ثورة 26 من سبتمبر، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء. We'll be right back.